توجه مرة أخرى سيد صافي الدين عليش. إذا سيد صافي، على ما تعول الولايات المتحدة الأمريكية من إجراء هذه المفاوضات وإتمام ربما هذا اللقاء دون وجود الممثل عن الحكومة السودانية أو ممثل عن السودان؟ أعتقد أن الغرض المطلوب سواء كان بوجود الحكومة السودانية أو الجيش السوداني في وفد هناك أو لم يوجد وفد لهذه التمثيل يمثل هذه الحكومة السودانية، أعتقد أن الغرض المطلوب الأساسي من جنيف هو شرعنة جديدة لقوات الدعم السريع أو قوات الجنيف، بحيث أنها ستكون كيان أساسي من الكيانات التي ستكون في المشهد ما بعد الحرب إذا تم التوصل إلى أي اتفاق سلام، وهذا ما يرفضه الشعب السوداني تماما. وقد أطلق ناشطين الآن هاشتاغات ترفض وجود الدعم السريع بغض النظر عن استقرار الحرب أو إحلال السلام، أن وجود الدعم السريع الآن هو أصبح معضلة ومشكلة كبرى في الشعب السوداني. فهذه الحرب لم تكن هي حرب سياسية أو حرب، هي كانت حرب ضد المواطن، هي كانت عبارة عن أكبر عملية نهب مسلح تمت على مدار التاريخ، ومارست فيها هذه الميليشيا جرائم لا توصف ولا يقدر العقل أن يتصورها. في شعب تريد هي حسب قولها أنها دعاة سلام وأنها تريد أن تحقق الديمقراطية، وهذا تناقض عجيب وغريب جدا. وتصر الإدارة الأمريكية أيضا على شرعنة جديدة لهذه الميليشيا بحيث تكون موجودة في المشهد ما بعد الحرب. إذن شرعنة عسكرية، هنا توجه السيد طارق علي، ماذا عن الشرعنة السياسية أيضا سيد طارق علي للأحزاب التي تدعم ميليشيا الدعم السريع بشكل مباشر؟ نعم أخي الكريم، هذه القوى، القوى التي تدعى القوى الحرية والتغيير، هي من أشعل هذه الحرب عبر الاتفاق الإطاري. كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي القائد الأساسي له، والثلاثية والرباعية وفوكلر، وقادت عملية سميت بورشة إصلاح أمني وعسكري فجرت وضع 15 أبريل. وظلت هذه القوى التي تتآمر ضد السودان منذ يعني 30 عام او اكثر من 40 عام تتآمر ضد السودان، هم الذين ذهبوا الى الولايات المتحده الامريكيه وقالوا لها يجب ان تضع السودان في قائمه الحرب، هم الذين قبل سنوات ذهبوا الى الولايات المتحده الامريكيه وقالوا لها يجب ان تفرض الحصار على النظام الحاكم في السودان، وكان هذا الحصار على الشعب السوداني وليس النظام الحاكم. هذه القوى ظلت تتآمر ضد السودان، والان بلغ هذا التآمر ذروته، الان امر واضح ووضوح الشمس في كب السماء. الآن تقدم هي الداعي السياسي للميليشيا، هي الراعي السياسي للميليشيا، وهي التي تبحث عن شرع هذه الميليشيا، لأن هذه الميليشيا الآن فقدت كل القيم الإنسانية وفقدت كل الأخلاق التي يمكن أن تسوق لها الشعب السوداني. الشعب السوداني الآن لا يمكن، أنا أؤكد لك، لا يمكن أن يقبل بأي سلام يعيد هؤلاء إلى المشهد. الشعب السوداني عانى الأمرين من هذه الحرب، وهذا الذي حدث في السودان لم يحدث منذ أن نشأ الدولة من 56. حتى المستعمر حينما دخل الى السودان لم يفعل بالسودانيين ما فعلوه الدعامه وميليشيا البدر والقراطيه بالمواطن السوداني. هذا الذي تقوم به القضيه والتغيير الان هو عباره عن محرقه لاحزابها ومحرقه لشخوصها الذين يتحدثون عن انهم يريدون ان ياتوا بالتحول المدني والديمقراطي ويريدون ان يجلبوا لذاته الديمقراطيه. هذه الاساليب الان كل الشعب السوداني يعلمها، حتى الصامتون الان في مناطق سيطره الجنوبيه، حتى الصامتون في قلوبهم يعلمون تماما ان هذه القوى التي تدعى بالحريه والتغيير التي تدعى بالتقدم هي السبب في تدمير هذا السودان. اخي الكريم، الان استطاع يدرك البنيه التحتيه انهارت، المواطن سرق، الممتلكات غنمت، القتل على اساس عرقي حدث وكل العالم شاهده في والدنوره والجنينه وخيرها. المواطنون وما حدث اعظم من ذلك كثير، لذلك نحن نقول ان اي محاوله لشرعنه قوات الدعم السريع عبر هذا الجسم السياسي لن تكون مهما كلف الامر ومهما كان الثمن الذي سوف يدفع. شكرا جزيلا لك يا سيد طارق علي احمد الناشط السياسي السوداني، والشكر موصول للسيد صافي الدين عليش المحلل السياسي السوداني. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه، وحتى نلتقي في امان الله.